نفتح صفحة رقم 111 اللي هي قدامها على طول، نشاط رقم 4. صفحة 111 نشاط رقم 4 بيقول لي اختر. عندي مجموعة من الجمل، قصاد كل جملة مجموعة من الصور، المفروض ان انا اختار الصورة اللي بتناسب الجملة. احنا اتعلمنا قبل كده ازاي اقرأ جملة. علشان اقرأ جملة، الجملة بتبقى مكونة من مجموعة من الكلمات، يعني دي كده كلمة لوحدها ودي كده كلمة لوحدها، كلمة وكلمة وكلمة جنب بعض، يبقوا كده كونوا لي جملة. طيب علشان اقرأ الجملة دي لازم اقرأ كل كلمة لوحدها زي ما اتعلمنا. احنا بنقرأ الكلمة ازاي؟ لازم اتهجى. اتهجى يعني انطق صوت كل حرف بالحركة بتاعته. مثال، تعالوا كده واحنا نتعلم اكتر. حال حال حال، يا يا يا، ح يا، و ن. تاني، عشان اقرأ لازم اتهجى وانطق صوت كل حرف بالحركة بتاعته. يعني ده ما ينفعش اقول ان ده حرف الحاء. هو احنا عارفين ان هو حرف الحاء، بس عشان اقرأ كلمة ما اقولش عليه حاء، انطق صوته على طول بالحركة بتاعته. يعني هو هيبقى حاء ولا حي ولا حو؟ لازم ابص على الحركة بتاعته الاول عشان اعرف انطق. يبقى هيبقى حاء يا و نو، حيوان نو، حيوان. يبقى دي كلمة حيوان. تعالوا نقرأ الكلمة اللي بعدها يلا مع بعض زي ما تعلمنا. آ لي ف. تاني، آ لي ف. أليف. تعالوا نقرأ الجملة على بعضها. حيوان أليف، حيوان أليف. طيب نفتكر أنهي صورة من الصور دي بتعبر عن حيوان أليف؟ القطة ولا الأسد ولا نمر؟ برافو، حيوان أليف. هنختار القطة. طيب شاطرين، تعالوا نقرأ الجملة اللي بعدها يلا، عشان برضو زي ما اتعلمنا لازم نقرأ كلمة كلمة الأول. ح ي و ن، حيوان. نقرأ بقى الكلمة اللي بعدها كل حرف بالحركة بتاعته. ش ش ري ري س س، شرس شرس شرس، حيوان شرس. تفتكروا انهي صورة بتعبر عن حيوان شرس؟ الأرنب ولا البطة ولا الفهد؟ برافو، حيوان شرس هيبقى الفهد. شاطرين، تعالوا نقرأ الجملة اللي بعدها برضو نتهجى كل كلمة. ح ي و ن، حيوان. احنا قرأنا كلمة حيوان قبل كده كذا مرة، حيوان. تعالوا نقرأ الكلمة اللي بعدها يلا مع بعض. ص ص غي
غي ص غي ر ص غي ر صغير حيوان صغير. تفتكروا أنهي صورة بتعبر عن حيوان صغير؟ الحمار ولا الفأر ولا الحصان؟ برافو الفأر، شاطرين. تعالوا نقرأ الجملة كمان اللي بعدها. ح ي و ن حيوان حيوان. تعالوا نقرأ الكلمة الثانية. ك ك بير كبير حيوان كبير. نفتكر أنهي صورة بتعبر عن حيوان كبير؟ الفيل القرد الكلب. شاطرين، هنختار الفيل. تعالوا نحل مع بعض نشاط رقم 5. نشاط رقم 5، لنحدد الحركة الطويلة المشتركة. يعني ايه الحركة الطويلة المشتركة؟ يعني احدد نوع المد، يعني الصور دي كلها فيها مد، بس انا بقى علي احدد نوع الحركة الطويلة المشتركة. يعني ايه الحركة الطويلة المشتركة؟ يعني نوع المد، هو مد بالالف ولا مد بالواو ولا مد بالياء؟ طيب دي صورة ايه؟ صورة ببغاء. ببغاء ببغاء ببغاء. شاطرين، حذاء حذاء. يبقى عندي صورة ببغاء وعندي صورة حذاء. تفتكروا الصورتين دول مشتركين في نوع المد؟ يا ترى ايه هو نوع المد في الصورتين؟ برافو، مد بالالف. يبقى هعمل مد بالالف. تعالوا نشوف الصوره اللي بعدها. صوره ضفيره ضفيره. الصوره الثانيه، شاطرين، حقيبه حقيبه. تفتكروا ايه نوع المد المشترك مع بعض فيهم؟ عندي ضفيرة وحقيبة. برافو، مد بالياء. يبقى هنكتب مع بعض مد بالياء. طيب الصورة اللي بعد كده، دي صورة كوب كوب كوب. ودي صورة توت توت. كوب وتوت. تفتكروا ايه نوع المد المشتركين فيه هما الاثنين؟ برافو، مد بالواو. الصورة اللي بعد كده، دي صورة صحيح، غسالة غسالة. دي صورة نعامة نعامة. تفتكروا ايه نوع المد المشتركين فيه مع بعض؟ غسالة ونعامة. برافو، مد بالالف. احنا كده خلصنا النشاط ده، حل النشاط رقم 6. نشاط رقم 6، اكمل الحرف الناقص. عندي هنا مجموعة من الصور، كل صورة هو كاتب لي تحتها الكلمة بتاعتها بس ناقصها حرف. يعني دي صورة نقود نقود.
هو كاتب لي الكلمه بتاعتها بس الكلمه دي ناقصها حرف واحد. طب تعالوا نشوف مع بعض كده ونفكر ونشوف ايه هو الحرف اللي ناقص. تعالوا نتهجى. نو نو قو د نو قو د. شاطرين، اللي ناقص هو نو نو قو د. المد بالواو، هنكتب مع بعض المد بالواو. المد بالواو عندي بتاعها هعملها احسن شويه. المد بالواو نقود. شاطرين. طب تعالوا نشوف الصوره اللي بعد كده. زرافه زرافه، هو برضو كاتب لي الكلمه بتاعتها بس ناقصها حرف. تعالوا نشوف ايه هو الحرف ده. نتهجى مع بعض الاول. ذا ذا را ف تو. ذا را فا تو. برافو، الحرف اللي ناقص هو المد بالالف. شاطرين. طب تعالوا نشوف الصوره اللي بعد كده. قطه قطه، تعالوا نتهجى عشان نشوف الحرف اللي ناقص. قي ط تو قي ط تو. تفتكروا ايه هو الحرف اللي ناقص؟ تاء المربوطة. تعالوا مع بعض نكتب التاء المربوطة. تعالوا نشوف الصورة اللي بعد كده. فيل فيل، تعالوا نتهجى الكلمة ونشوف الحرف اللي ناقص. في فيل فيل. تفتكروا ايه هو الحرف اللي ناقص؟ برافو، حرف اللي ناقص هو المد بالياء. تحتها نقطتين. شاطرين، يبقى احنا كده خلصنا تمرين او نشاط رقم 6.